عن لجنة التخطيط في النادي الأهلي فرفضت الاقتراح المقدم من أمير توفيق مدير التعاقدات بالتعاقد مع محمود جاد حارس مرمى فريق إمبي، وأكد مصدر إن اللجنة بترى عدم وجود فوارق كبيرة ما بين محمود جاد ومصطفى شوبير، بالإضافة كمان لأن بيتسو ميسيماني المدير الفني لم يطلب التعاقد مع حارس مرمى حتى الآن. أما في حال طلب المدير الفني التعاقد مع حارس مرمى هيكون الأقرب هو محمد صبحي، للعديد من الأمور اللي شايفينها اللجنة متوفرة في الحارس، بالإضافة لسهولة طبعا التعاقد معاه مع فاركو لأنه هيفعل بند أحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه على أن يتفق الأهلي مع فاركو على النسبة اللي هيدفعها الأهلي بخلاف 20 مليون جنيه.